خمير يا حلو يا بتاع العرقسوس. Thank you.
بصوا بقى، برافو بقى على ايه؟ لانه لا لما حضراتكم برافو جدا يا جماعه قوي خالص. انا عارف ان هم بيبقوا ثابتين كده وتصفيقات، تصفيق حاد جدا قوي خالص خالص خالص. لما شرحتوا لي قلتوا لي لازم تشوف التابلون اللي جاي والعرق سوس وهيحصل سكتش، وبعدين ده العرق سوس هيعاكس البنت فالبنت هتروح انا كل ده مش متصور برده هو هيتم ازاي. فلا ده يعني الراجل العبقري محمود، الراجل اتكحرط اتدمر. انتوا ده مش تصميم استاذ محمود رضا؟ تصميمه برضه. والدويتو ده كان استاذ محمود ومدام فريده.